إلى كل السوق المقاتلة التي تأبى إلا أن تحلق عليا فوق قمم العزة والكرامة. الخزي والعار لكل من يقبل أياد الندام ولكل من يسترزق على المعركة. أيها الرفاق، أيها الرفيقات، لقد حققنا انتصارا عظيما بفضل المعركة النضالية التي استطعنا بها أن ننتزع حقنا العادل والمشروع والمتمثل في الحق في السكن والكرامة. ولكن مما ينجى له الزبيب ومما تهتز له الجبال أوعة وخيفة وخجلا أن هناك في الآونة الأخيرة وخاصة بعد نجاح المعركة النضالية من يسترزق على المعركة بعد أن وقعتوا عقد الملكية رجعتوا إلى حضن أحبائي في دول العسكر، لأنني لن أفارق هذا المكان ما دام بي عرق واحد ينبض، وأفكر قريبا في العودة إلى هذا المكان عندما تبنى شقق جديدة. أنا أحب المكان لأنني كاتب، والكاتب له ارتباط وثيق بالأمكنة. هذا الكوخ الصافي المتواضع عشقته جدا، وعشقت كل ركن فيه، ولي وبي ألفة عميقة تتغلغل في كياني كلما استممت عبق هذا المكان. لن أفارقه إلا بعد أن يخرب، وسوف أدرف دموع غازية لأني أحبه كثيرا. والشقة اللي عطاوك سوف أبيعها لأرجع إلى حضن هذا المكان الذي لن أفارقه أبدا ما دام بي عرق واحد ينبض بالحياة. أحيي كل مناضلين الشرفاء وكل مناضلات المقاتلات عبر بقاع الكون، وأحيي عاليا لياسر الجدري الذي كان له الفضل في الانتصار الصاعق على هذا الندام اللئيم.